هذه الأبيات تنسب لمحمد ابن ناصر الدين الدمشقي، وذكرت في الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر صلى الله عليه وسلم في المجلد الأول صفحة 21. وأيضا ذكرها هو نفسه شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب له بعنوان مورد الصادي في مولد الهادي، وعنه نقل السيوطي في الحاوي للفتاوي في المجلد الأول صفحة 300. وهذا يعتمد على طبعا الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر، هذا للبرزنجي، هذا الكتاب للبرزنجي جعفر بن حسن البرزنجي، وهو يعتمد على رؤية منامية. وما يروى في تخفيف العذاب عن أبي لهب بسبب عتقه ثويبة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الصحابة، إنما هو رؤيا منامية أريها بعض أهله، فلا يعارض ما صح من آيات القرآن التي توضح أن الكافر لا يخفف عنه العذاب، أن الكافر لا يخفف عنه العذاب على كفره بحال من الأحوال. ودليل ذلك في قول ربنا عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كما جاء في سورة فاطر. وقول ربنا عز وجل في سورة غافر: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأعمال الكفار الصالحة يثابون عليها في الدنيا بالرزق والولد والثناء الحسن، ولذلك هؤلاء قوم عجت لهم حسناتهم وطيباتهم في حياتهم الدنيا، وأما في الآخرة فلا يكتب لهم منها شيء من الحسنات، لأن الكفر محبط لجميع الحسنات. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الكفار، فجعلناه هباء منثورا. وعند مسلم من حديث عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جدعان: كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعليه فإن هذا الكلام لا يصح في أبي لهب. والرواية عند البخاري من قول عروة بن الزبير رحمه الله: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، يعني بسوء حال عياذا بالله، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، وأشار إلى نقرة في إبهامه، وأشار إلى نقرة في إبهامه. وهذا الخبر مرسل، أرسله عروة، وعروة من التابعين، ولم يذكر من حدثه به. ولو قدرنا أنه موصول، فالذي في أخبار المنام لا تثبت به الأحكام ولا حجة فيه على الأدلة الثابتة المتواترة من آي القرآن، من آي القرآن. ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم، فلا يحتج به، لأنه لا يحتج بآثار وروايات الكفار إلا بعد أن يسلم، كما في حديث ابن عباس عن أبي سفيان في قصة هرقل في كتاب بدء الوحي. الأمر الآخر، ولو قدرنا القبول بهذه الرواية، فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام مخصوصا من ذلك، بدليل قصة أبي طالب أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى ضحضاح النار.
وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة، ولذلك يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم، ولكنهم لا يخرجون من ولا يخرجون من النار. ويقول القاضي عياض: انعقد الإجماع أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض. وقال الحافظ بن حجر: وهذا لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي، الاحتمال الذي ذكره البيهقي هو بطلان الخير للكفار، فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا التخفيف خاص بهذا، وبمن ورد النص فيه على كل حال أيها الكرام الفضلاء، فهذه الرواية على كل حال لا تثبت فضيلة، وقول القائل فيها إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، يعني جاء الذم فيه وتبت يداه في الجحيم خلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما بالكم من عاش مدة عمره بأحمد مسرورا. نعم، السرور بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما يكون باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولما سئل الشيخ بن باز عن أنه يخفف عن أبي لهب العذاب يوم الاثنين، قال: لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذه الرواية أصلا، بل هو من أخبث الناس. ثم ذكر قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. وهذا هو الذي نختاره، أن هذه الرواية أيها الكرام الفضلاء هي رواية مرسلة ضعيفة ورؤية منامية، ورؤى المنام لا تقام بها الأحكام إلا ما أثبته سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال قلنا هذه رواية مرسلة ولا يدخل في ضمن شرط البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وعند ابن سعد من رواية الواقدي عن معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة، وهذا سند ضعيف لأنه مرسل، وأيضا عروة تابعي ولم يذكر شيخه هنا. وأما نشر مثل هذا في شهر ربيع والاحتفال بمولد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا من البدع وهذا باطل، وإن الأمة مجمعة أنه مات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام 12 من ربيع الأول. وأما في مولده 5 أقوال، منهم من قال في راجب، منهم قال في رمضان، منهم قال في 7، منهم قال في 9، منهم قال في 12، والأقرب أنه في 9 كما حرر ذلك المبارك فوري في الرحيق المختوم. وحتى وإن كان كذلك فلا يحتفل به، وإنما القواعد الأصولية ما كان ممكنا فعله في زمانه عليه الصلاة والسلام ولا يمنعه مانع وتركه فتركه واجب، فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصديق، ولا الفاروق، ولا ذو النورين، ولا أبو السبطين علي، ولا تمام العشرة، ولا القرون المفضلة. وأول من ابتدأ هذه البدعة الشنيعة هم الفاطميون الباطنيون العبيديون المبتدعة في مصر، الذين ادعى منهم من ادعى الألوهية وحرموا ما حل الله على عباده. وأيضا كوكبور في أربل من أرض العراق. أسأل الله أن يحفظ الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزدنا علما وتوفيقا، وأن يرزقنا علما ينفعنا به. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجماعة المسلمين، وعلى طاعتك حفظته ورزقني بره يا رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ليلة الأربعاء لثمانين خلون من ربيع الأول عام 44 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.